يعني الحوار، يعني قدمت سيمفونية يا محمد أنور. يعني الحوار بالذات في الحلقة الأخيرة 28 أو 29 مع بين سعد الفري ومع هيفاء عادل، لما يعني يبون يسترجعون لحظات حبهم، وهو يقول لها يعني وهو رافض هذا الحب لأنه هي بتوقيت غلط. الحوار يعني من كثر عذوبته المشاهد يقول أخ، يعني المشاهد يحس بالألم لما هي تقول له أنت قلت لي أنا إن أنت تحبني، تقول له أنا ما حصلت، يعني يقول أنا ما حصلت اللي أبيه في الوقت اللي أنا أبيه. قال أنت يوم كنتي حبيبة، اليوم أنت أخت عزيزة، وهو يحبها بس لأنه ما يقدر، لأنه لم يتبقى من عمره شيئا حتى يقدر يعطيها إياه، لأن الحب عطاء، الحب عطاء، الحب مو شخص يعطي والثاني يتلقى. مع أن أنا أؤمن دائما أن في الحب في شيء، الحب في أحد يحب وفي أحد يستسلم للحب، أوكي؟ طبعا هو الأكثر المتعرض أنه ينأذي هو الشخص اللي يحب، مو الشخص اللي يستسلم للحب، لأن اللي يستسلم للحب هذا ممكن يستسلم للحب آخر، مجرد استسلام.